يروى في قديم الزمان في عهد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام رواية عن حديث مشهور يعرف بحديث الجساسة الدابة، وهو حديث عظيم فيه علم من أعلام النبوة المحمدية. روى أهل السنة الحديث عن الصحابية فاطمة بنت قيس وهي أخت تميم الداري، قالت: سمعت نداء المنادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جماعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال لي: يلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميمنا الداري كان رجلا نصرانيا جاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. تقول رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل كنت حدثتكم كذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فروي ذات مرة ركب الصحابي تميم الداري سفينة بحرية مع 30 رجلا من قبيلتي لخم وجدام، وكان وقتها على النصرانية قبل الإسلام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى غروب الشمس. وعندما كانوا في هذه السفينة دخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب وهي كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت الجساسة: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه سيخبركم بالأشواق. قال تميم: لما سمت لنا رجلا خفنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا بسرعة حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدري ما قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فأقبلنا إليك بسرعة وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال لهم المسيح الدجال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال المسيح: أسألكم عن نخيلها هل يثمر؟ فقلنا له: نعم. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل بها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. وتابع تميم في روايته عن الدجال أنه قال: أخبروني عن النبي الأمين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال: إما أن ذاك خير له أن يطيعوه، وإني مخبركم عني أني أنا المسيح، وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها
في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده سيف مسلول يصدني عنها، وإن على كل نقب أي الفرج بين جبلين منها ملائكة يحصرونها. قالت فاطمة: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان الدير المحبوس فيه الدجال هو إقليم يسمى خرق.